بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين إلى رحاب حلقة جديدة من برنامج حتى العشرين. وكالعادة نبدأ حلقتنا بقصة صغيرة بتمهد للموضوع. بتقول صاحبة القصة لليوم: ولكوني معلمة بركض ركض لأوصل على البيت قبل ما يوصل ولادي، ولأنه غدرني الوقت أكثر من مرة وإجي لقي أولادي واصلين قبلي بشي 5 دقايق، صرت أترك المفتاح عند جارتي مع أني ما كتير بمون عليها. ولما توسلت بابني الخير من بعد ما صار عمره 8 سنين ومن باب تحميله المسؤولية، قلت له هيدا المفتاح رح صير حطه كل يوم تحت دعسة الباب وما بدي حدا يعرف بهذا الموضوع. لأتفاجأ بابن جيراننا هو عم يلعب مع ابني بغرفة القعدة، وقاعدين عم بيدردشوا ويتناقشوا سوا بأهمية المسؤولية الجديدة اللي أوكلتها لابني، وإنه لو ابن جيراننا مكانه كان بفضل يكون المفتاح على سطح البناية بدل تحت الدعسة. وهيك بكون عرفت إنه سرنا الجديد صار مشاع وبيتنا مفتاحه صار بمعلوم الجميع. البيوت أسرار هو عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حتى العشرين، ويسرني لهذه الغاية أن أستضيف معي في الأستوديو الأستاذة سهام يونس، المرشدة التربوية والأسرية. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذة سهام، شرفتينا بحضورك ومشاركتنا في هذه الحلقة. لعل موضوع أسرار البيوت وإخراج هذه الأسرار من قبل الأطفال يمكن مشكلة بتواجه معظمنا، وأحياناً يمكن بفاجئنا الولد، يعني نحن بنكون فاكرين أنه ماشي الأمور تمام، فجأة بحطنا بموقف محرج وبيبوح بسر يمكن أو بحدث حصل في المنزل خارج هذا المنزل وبيحطنا بموقف جدا مزعج. بداية، ما أهمية أن يكون لكل بيت خصوصية بالأساس قبل ما نحكي عن تعريف السر كسر؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. بتشكركم أنا على الاستضافة. يا أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. هلا بداية، إذا بدنا نحكي نحن عن موضوع البيت والمنزل بشكل عام، إذا بنراجع التاريخ بنلاقي إنه الإنسان لجأ لأنه هو يعمل بيت لإله، لإنشاء مكان يقوي لإله ويلجأ لإله من العوامل اللي عم تكون حواليه، من المخاطر اللي ممكن تحيط فيه، مثلا مخاطر الطبيعه او ممكن تكون مخاطر البشر. نعرف نحن بهالايام مخاطر البشر كمان عم تتطور يعني اكثر. نعم، بكل اسف. بكل اسف. فالانسان لما اوجد هيدا البيت اوجد ليكون مكان الراحه اللي ممكن يلجأ له، ليكون مكان الهدوء، مكان الاطمئنان، مكان الامان. فكمان بطبيعة علاقته مع الآخرين اللي هي مفترض تكون إنه هي مبنية على الاحترام وعلى التقدير، فبحق للإنسان إنه هو كمان من باب منظومة الحقوق والواجبات اللي هني بيتعاملوا الناس من خلالها، من حق الإنسان إنه يكون في عنده مكان آمن يحتفظ فيه ببعض الخصوصية. طبعا هي اللي هي ممكن تكون يعني إلى فروع كتير، يعني موضوع الخصوصية، فهيدي الخصوصية اللي هو بس بعيش هو وياها داخل جدران، من وراء جدران اللي هي جدران منزله اللي بعيش فيها هو وحياته الخاصة. فممكن الإنسان هو يحط حدود بينه وبين الآخرين ويطلب من الآخرين، هو هذا حق لإله إنه ما يتجاوزوا هيدي الحدود وإنه ما يقتحموا هيدي الخصوصيات شو ما كانت تكون، إلا إذا هو حب إنه يخبر احد الاشخاص او وقت مثلا من الاوقات انه ممكن مثلا يشيع هذه الخصوصيه. فهيدا امر كثير مهم، يعني الانسان بحاجه لمساحه امنه تكون موجوده بحياته مش عم يطلع عليها اي حدا غيره وغير افراد عائلته. طيب اذا بدنا نجي نوصف السر بشكل دقيق، وحضرتك قلتي انه للخصوصيه اوجه عديده، وبما انه هي اوجه عديده، هل بهذا بخلي يصعب علينا توصيف السر؟ هلا اذا بدك تحكي السر بشكل عام هو الشيء اللي عاده ما يعني الانسان ما بحب انه حدا غيره، انه غير اشخاص محددين يطلع عليهم يعني. ولا اذا بدنا نجي نحن ندقق بموضوع السر بقول انه بس يتجاوز الاثنين خلص انه خلص ما عادش اسمه سر. بس اذا بدنا نحن نحكي عن اسرار منزليه، كاسرار منزليه هي بتكون هي بس دائرتها الافراد الموجودين داخل هذا المنزل. فهيدا موضوع تعريف الأسرار يعني. طب هلأ كمان رح نحكي أكيد بتفصيل الخصوصيات حتى بين الزوج والزوجة، بين الأبناء، أيمتى لازم بعض الأسرار يكونوا مشتركين فيها العائلة كعائلة
وبعض الأقارب يمكن، أيمتى لا لازم تكون مقتصرة فقط على الزوج والزوجة، وأيمتى منشرك الأبناء فيها. ولكن خلينا نروح نشوف مع حضرتك بفقرة بالترتيب عن أبرز الأمور اللي بخافوا الأهل بشكل أساسي أنه يبوحوا فيها الأولاد وتخرج خارج سور المنزل. إذن إلى فقرة بالترتيب. أستاذة سهام، رح أعطيك أربعة من الأشياء يمكن اللي كتير حساسة بتصير بالبيئة المنزلية وممكن الأولاد يحكوا عنها بأي مناسبة، وممكن تسبب مثل ما قلنا إزعاج ومشكلة. حضرتك بدك ترتبيهم وفقا لمشاهداتك لمتابعتك ولا رأيك الخاص، يعني مش عم نحكي إحصائيات هون. حضرتك شو بتلاقي، مين بتصنفي أو شو اللي بتصنفي برقم 1، 2، 3، و4؟ مشاكل زوجية، مرض مستجد، وضع مالي متردي، يعني هلأ في كتير عنا حالات اقتصادية عم تتغير على سبيل المثال، وضع اجتماعي مستجد كطلاق أو زواج تاني. كيف بتصنفيهم؟ مين اللي بتعطي رقم 1، 2، 3، و4؟ هلأ هون بشكل عام إذا بدنا نحكي نحن كمجتمع، أنا ما فيني أقول إنه هيدا له أولوية، إنه الإنسان ما يخلي شيء عنه للآخرين أو هيدا. إجمالا هذا الشيء بيرجع لكل عائلة بعائلتها، حسب البيئة اللي هي ربيت عليها، حسب المجتمع والأمكنة، أو مثلا حسب العمل أو المكان اللي هي للإنسان يعني أنه هو موجود فيها. ولكن هلا من خلال المطالعات اللي نحن بنشوفها، يعني إذا بنطلع بهول أربع عناصر اللي لي عنهم، بلاقي يمكن موضوع الزواج الثاني في عنده بعض الحساسية، يعني يمكن بمجتمعنا، يعني بعض يمكن لأنه الناس ما بيتقبلوه يعني كتير. يمكن الإنسان كمان بطبعه بحب نظرة المجتمع له كيف تكون، يعني بعد هيدي النقطة يمكن نقطة عال أو مش كتير يعني أنه قادرين نحلها. فبعتقد أنه هذا الموضوع كتير بيتكتم عليه عادة اللي بقوموا فيه، يعني بتعطي رقم واحد. بعتقد أنه من خلال المشاهدات اللي نحن بنشوفها المرض قدي بتعطي رقم، المشاكل الزوجية اللي هي بتحصل ممكن في بعض البيوت بشكل دائم بكل أسف. يعني كمان هيدا الشيء كمان أنا بحس في ناس أنه هلأ بتحب تحكي عن مشاكل الزوجية، يمكن لحتى انه هي تاخذ نصيحه من الاخرين، يمكن لتستعطف، يمكن لتتنفس احيانا، يمكن لتفرغ بالضبط. وفي ناس لا، هذا الموضوع كثير بتحسه حميم ومقدس، وانا الامل لازم يظهر انه براد جدران بيته، خصوصا اذا عندهم حكمه. انه انا بتخيل هذا لازم يكون كمان موضوع كثير يعني لازم يتستروا عليه، لانه بس الاخرين يصير في تدخلات بهذا الموضوع تكبر الأمور، مؤثرين فيه وبيتكتر الآراء، ويمكن يكون الواحد يعني ماشي بخط صح فينحرف. نعم، فكمان هيدا الموضوع بعتقد لازم الواحد يكون إنه بالمرتبة الثانية، يعني الخزنة والأموال على أكيد هيدا أمر كتير أساسي، إنه لأنه هي مقدرات ومقومات الحياة. فالإنسان لا كتير هيدا حتى وقت يعني حتى أهل البيت ما بكونوا بيعرفوا وين بكونوا موجودين، فيمكن بس صاحب العلاقة هو بكون لأنه الولاد ممكن الموضوع كتير أحيانا يعرفوا، ومثل ما بيقولوا يعني الولد ما عنده تقدير، فما في عنده حكمة يعني بالتصرف بهذا ممكن الموضوع. كتير يفصح عن هذا الموضوع ويخبر وين أهله حاطين المصاري بقلب البيت. طيب رح نروح مع حضرتك لفيديو وتعليق، نسمع أنشودة ونرجع منعلق سوا عليها. السر طار من البير وراح من مكان لمكان لمكان، ليش الأولاد أساسا ممكن أنهم يخرجوا هذه الأسرار أو أن يبوحوا بها؟ هلا هون في عنا عوامل كتير ممكن تلعب دورة بهيدا المجال. إذا بدنا نحكي بالنقطة الأولى بهذا الموضوع، الأطفال في عمر معين أصلاً هم ما بيكون في عندهم إدراك، وعقلهم بيكون يعني مش مكتمل، ما في عندهم الحكمة لحتى يقدروا يميزوا ما يصح أن يقال وما لا يصح. فهيدا موضوع ما فينا نحط اللوم فيه على الأطفال، إنه ليش هن حكيوا أشياء السر. هون الأهل يعني هي تلقى على عاتقهم المسؤولية، كيف بدهم يدربون. رح نحكي بعد شوي طبعاً. كيف مندرب الطفل على أنه ما يبوح بأسرار، كيف مندرب بس أنه هن لازم يلتفتوا أنه هل هيدا الشيء بيصح أنه يقال قدام الطفل أو منه، يعني كمان هن مش لازم بس هو لحتى يخطر بباله يحكي. يعني يمكن أحياناً البي جاء شغل جديد على سبيل المثال، وهذا طبعاً رح يدخل مدخول إضافي، ونحن كنا عم نقول من الأسباب يمكن الوضع المالي المتردي أحياناً ممكن يكون
بيسبب حتى مشكلة نفسية للطفل. فلما بيصير انه في شغل يمكن البي بعده ما بده يحكي او الام ما بدها تحكي، فبيصير الخبر عند الجيران عند الاقارب وغيره. موضوع التباهي يعني بشخصية الطفل اللي بيحب يتباهى، يمكن هو اصلا كثير الكلام، هل نمط الشخصية بيلعب دور يمكن بين ولد اخوة اثنين حدا أكثر من خيال؟ هلا هو نمط الشخصية طبيعي إنه يلعب دور بهذا المجال، ولكن أيضا في بعض الأطفال بكون في عندهم حاجة معينة يمكن من الاهتمام، بكون مثلا في عندهم حاجة مش مشبعة من إنه لفت النظر الانتباه، بكون الأهل يمكن مش معبيين لهم إياها هيدي المسألة، أو مثلا ممكن يكون اللي عم ينقل له السر بيهتم كتير إنه هو يتحدث معه، فبحسه إنه هو كتير يعني إنه بيستعطفه لما هو بيحكي معه. أو بيصير بحس حاله محل يعني اهتمام من قبل الآخرين، بيعبي مركزه حتى هيدي نقطة نقطة غير يعني هيدي بنحكي فيها انه هو بحس حاله عم بقلد الكبار، يعني انا كمان بقدر اعطي رايي، انا بقدر احكي، انا بقدر انه كمان يكون في لي قرار مثلا بقدر اخذ واعطي مثل ما اهلي بيحكوا، فانا بقدر احكي. فهيدي نقطة لفت الانتباه كمان قديش الطرف الاخر عم بشبع له اياها، بغض النظر انه هو ما بكون عم قديش بكون عم يستغله، يعني بدون ما يكون ملتفت قديش اثار السلبية يعني هي سيئة على الولد، انه هو عمال يشجعه ليظهر اسرار بيته يعني انه من عنده. فهيدي نقطة الأهل لازم يلتفتوا لها، إنه موضوع الحاجة للانتباه وللاهتمام ممكن يكون هو أهله ما عم يعطوه وقت، فبلاقي الطرف الثاني اللي هو عمال ينقل له هيدا السر وعم يفشله إياه، فعم يعطيه من اهتمامه من وقته وهو بحاجة إنه يحكي، بحاجة إنه هو إنه يفرغ الشيء اللي عنده. فهيدي نقطة أساسية. حلو كتير. طيب لما بيكون الأهل أصلاً هن ما عندهم قيمة للسر، يعني هن بشكل عام ما فيها الخصوصية، بتحسي كل شيء مشاع مشاع أو مفتوح، قديه هذا بيساعد؟ بالضبط، هذا عامل كتير مهم. أول شيء ممكن هن بالبيت مش مدربين الولد من صغر على موضوع احترام الخصوصية، يمكن ما بيحترموا خصوصيته لقره كمان، يمكن أنه أغراضه يعني بشكل كتير أنه عادي بفتشوا له بقلب أغراضه، يمكن بيفتحوا بغرفته عليه، حتى بين بعضهم مش كتير يعني هذا موضوع الخصوصية ما بيتعاملوا فيها بالبيت، فمنه أمر يعني كتير شائع عندهم بالبيت، فهذا الشيء الولد اكيد ما حيكتسبه يعني انه هيك من الهواء. طبيعي انه هذا من خلال التنشئه الاسريه الولد بده يربى عليه، هيدي نقطه. اضافه عفوا كنت عم تقولي لي شيء عم نحكي عن الاهل لما هن اصلا هي هيدي كمان بدي احكي انه الاهل احيانا هن بيحكوا اسرارهم لحد مثلا يمكن على التليفون، مثلا بتكون وحده مثلا يمكن الام عم تحكي مع صديقتها فبتخبرها مثلا هي بعض الامور، يمكن عم تحكي مع امها مع اختها مع اي حدا، فالولد بيكون عم يتسمع، ما بيكون هو مدرك انه هيدي الامور هي انه لا على لامي يعني هي محلله وهي علي محرمه، فهون بيقدر الولد يميز خصوصا اذا كان بعده بعمر يعني اصغر من عمر التمييز. يعني اصغر من عمر 7 6 يعني بهذا العمر بعده مش كتير يعني هو بكون بيقدر يميز شو الشيء اللي انا لازم احكيه وشو الشيء اللي مش لازم احكيه، فهون الاهل مفترض هن يكونوا ملتفتين لهذا الموضوع. حلو. وكيف هن يدربوا طيب الولد. ليه بنحس استاذه سهام انه الولد احيانا ممكن يلقط خبريه ويروح يقول اوكي، بس لما بتجي مثلا الام على التليفون عم تحكي لنقول خبر بخصه لاله كثير بينزعج ما بيقبل، ما هي هذه من ضمن خصوصياته اللي كان عم نقول عنه انه هن مش ما بيحترموا له خصوصياته، فهي كمان انه يمكن مش بس على التليفون يمكن تحكي عن شيء بخصه لاله، كمان انه يمكن تكون لاخواته لما هي انه مثلا بكون في شيء بخصه ما بتعالجه، حتى احيانا بيكون شيء ايجابي استاذه سهام بلفتنا انه مثلا يمكن عم تمدح عم بتقول قدام خالته لنقول انه والله عمل هيك، فكمان ما بيقبل انه يصير انه هذا شيء بخصني ما تشيعي. هلا هذا يمكن بصير بوقت معين يعني بعمر معين بصير الولد بحب انه الخصوصيه، يعني معناتها انه الولد ذكي انه انا بقدر ادربه على هذه المساله، يعني الولد بعمر ما يمكن هو صغير ما بيلتفت كثير لهالمساله، بس هيدا بشكل فطري بيعني انه الولد عن جد بداخله بيدرك انه موضوع الخصوصيه، موضوع انه كتمان السر، موضوع انه الاحتفاظ ببعض الامور لنفسه يعني ومش ضروري الكل يعرفوها. فهذا الشيء المفترض الاهل يستغلوه لما بدهم يبلشوا يدربوه على هيدي الخصوصيه. حلو. طيب نحن لما قررنا انه عنوان حلقتنا رح يكون البيوت اسرار عن اسرار البيوت، عملنا هيك جوله على صفحات مواقع التواصل وشفنا بعض الأشخاص اللي حكين شيء بيتعلق بالموضوع، فرح نوقف عند صفحاتهم وبدي منك تعليق على كل صفحة. إذن مع حضرتك والمشاهدين والمستمعين إلى فقرة من صفحاتهم.
نبدأ مع أول صفحة من أفكار تربوية. صفحة أفكار تربوية بتقول: من أداب الإسلام أن لا تسأل أحدا عن شيء يخفيه عنك، فإن لم يخبرك به فهو لا يخصك. من أداب الإسلام إذن أن لا تسأل أحد عن شيء يخفيه عنك، يعني بتقبض قديش، أنت رح تتزوج، قديش مصروفك، شو بتشتغل، هيدي التفاصيل. فهيك شوي بشكل سريع نتوقف مع هذه الأداب الإسلامية. طبعا الإسلام شجع كتير على موضوع احترام خصوصيات الآخرين، مثل ما قلنا إذا نراجع الروايات نلاقي أنه كتير نحكى بموضوع بهذا الموضوع، خصوصا إذا موضوع كان محرج للطرف الآخر. يعني في بعض الأمور بنسأل عنها نحن بشكل طبيعي يعني وتلقائي، بنسأل عن بعضنا، عن أحوالنا، عن هذا شغل كتير عادية. بس الخصوصيات الحميمة لا، مش مفترض نحن نسأل عنها، لأنه أنا إذا بدي أحرج الطرف الثاني ممكن أنا أخليه يلجأ مثلا للكذب أحيانا لحتى هو يخبي الشيء، يعني أوقعته بإثم لأنه كذب. نعم بالضبط، أنه أنا عم بوقعه بأمر ثاني، يعني أنه أصعب منه من هذا الموضوع اللي أنا عم بسأل عنه. فأنا لا، هون بدي ألتفت أنا شو الأمور اللي أنا فيني أسأل عنها، وشو الأمور أنه لا هذه الأمور ما بتعنيني، فأنا مفترض أنه أتجاوزها، وإذا هو حب يحكي لي فبكون هذا شأنه يعني. حلو. طيب بنروح كمان لصفحة تانية. إذا الصفحة التانية ما مبين عنا مين، كمان حديث عن الإمام الصادق عليه السلام: إفشاء السر سقوط. يمكن البعض ما يدرك هذه المخاطر، عشان هيك ما بنهتم بولادنا أنه انتبهوا في قصة السر، هيدا شيء كتير خاص، وبيخبروا شيء ممكن يكون كتير كتير حساس وبتوقع المشكلة، كما أشار الحديث الشريف: إفشاء السر سقوط. طبعا سقوط، لأنه هيدا أمر أخلاقي، يعني إفشاء السر هو يعني فينا نقول عنه خيانة، لأنه عادة السر مفترض يكون أمانة بين إيدين الطرف اللي بيعرفه، فلما هو بيفشي لطرف آخر فهو بيكون عم بيخون الأمانة. ونحن من أساسيات إيماننا يعني الحديث اللي بيقول: لا تنظروا إلى طول ركوع المرء وسجوده، ولكن انظروا إلى صدق حديثه وأداء أمانته. موضوع الأمانة أمر كتير محوري وأساسي بإيماننا. هلأ كمان رح نخصص مقطع للحديث عن الأمانة، وقديش بقدر أن له إياها للولد، كيف يعني بقدر بسط له إياها وبنفس الوقت أظهر له خطورتها. مروح كمان لصفحة الأستاذة هدى حسونة، بتقول: فرق كبير بين الشخص الراقي وبين من يدعي الرقي. البعض يتصور أن الرقي يعرف باللبس والشكل والهيئة وكلام إنجليش كتير وسط الكلام، والحقيقة أنك ستلمس الرقي الحقيقي حينما تجده لا يتطفل لمعرفة خصوصيات الآخرين، لا يصدع رؤوسنا بكثرة الكلام عن نفسه وأمجاده طول الوقت، ولا بيحاول يزايد على حدا. بتلاقيه بيدخل ضيف أعمى وأصم، وخارج أعمى وأصم، مش بيحكي اللي شافه أو اللي سمعه في بيوت الناس مهما كان. تعليق: طبعا تطفل يعني لمعرفة خصوصيات الآخرين، مثل ما ذكرنا من شوي يعني قلنا أنه هذا الشيء نحن منهيين عنه اجتماعيا ودينيا. فطبعا من رقيه الإنسان ومن تحضره وإيمانه أنه هذه المسألة تكون كتير يعني واضحة عنده، أنه أنا ممنوع أتدخل، ممنوع أطلع أنا إلا على ما يعني صاحب المنزل، إذا كنت أنا بمنزل أو إذا كنت بأي مطرح أو إذا كنت بأي علاقة. أنا إذا طرف الثاني ما بده يطلعني على أي موضوع فأنا ما بحق لي أبدا، مش من حقي أبدا. وقدر يكونوا الأهل مراية بهذا الموضوع، تعكس هذه الصورة لأبنائهم لما بيكون عن جد ما عندهم الشخصية المتطفلة لحتى أنه يطلع الولد ما عنده هيدا الحشرية، لأنه الولد أهل قدوة، الأهل قدوة ونموذج يحتذى به، وأصلا من بيتعلم القيم المبادئ، الولد بيتعلم الكثير مما يفعله الأهل والقليل مما يتكلمون به. يعني لو قد ما نحن قلنا له للولد انه ما تعمل هيك ما تعمل هيك او اعمل هيك، اذا نحن بنعمل عكس الامور اللي عماله ننصح اولادنا فيها، ف لا تنهى عن خلق وتاتيه مثل وعار عليك اذا فعلت عظيم. ومنروح كمان لصفحه سوريا سليم راويه يزبك. اذا صفحه راويه يزبك، نشوف من صفحه راويه يزبك، بتقول: لقد فقدت قدرتي على الثقة بالآخرين، أخاف أن أؤمن أو أؤمن أحدهم سرا فلا يكون أهلا للثقة، وأخاف أيضا أن أتوقع الكثير وأن أبني شعورا مفرطا بالأمان ويتحطم شعوري دون سابق إنذار. لا أستطيع إدخال المزيد من الأشخاص في دائرتي، ليس عدم رغبة إنما أنا فعلا لا أستطيع. لم أعد أملك القدرة على المبادرة أو حتى العطاء، فقد أصبت بتلك الصدمة مرات عدة، وكنت في بعضها قد بنيت مدينة كاملة من الثقة والطمأنينة في داخلي.
شو يعني نوصل للولد أستاذة سهام إنه أنت ممكن من إفشاء هذا السر قد تحطم يعني حالة الصدمة التي أشارت لها راوية، إنه أنت ممكن تحطم شخصية إنسان إذا يمكن سر خاص كتير ما بده إياه ينفضح أو ينعرف، وأنت عن طريق كلامك حتى لو بعمر صغير أنت ولكن وصلت هذه الرسالة للآخرين، أنت حطمته لهذا الشخص. طبيعي هلأ هذا الشيء بده تدريب يعني على بشكل تدريجي، يعني الولد مش بشكل يعني انه هيك تلقائي او من اول مره، يعني الولد بيقدر يلقط هيدي الفكره، فبيتدرب ويتوجه لهذا الموضوع. وغرس القيم يعني بده فتره وبده تذكير الولد يعني على الفتره طويله بهذا المجال، فقديش انا بكون يعني انه اهلته لهذا الموضوع، قديش يعني انه هو عن جد بيقدر انه هو يلتزم بهيدي المساله. طيب كمان لصفحه، بس انا كنت حابه اعلق على الشيء اللي انا اللي حضرتك عم تحكي فيه، انه كمان الواحد ما بيقدر انه هيك فجأة، انه يعني مش فجأة بيصير هيدا الموضوع، وإلا انه هي شكلها واسعة بناس يعني مش اهل للثقة يعني من الاساس. فكمان نحن مفترض نعرف نحن مين اللي بدنا نقلن اسرارنا ومين صح. اللي مش مفترض نحن نقلن اسرارنا، يعني انا مش لازم اوصل لهيدي المرحله يعني هيك. فانا لازم تحول خصوصيتي مشاعر بالضبط، يعني نحن دائما لازم نحن نكون عاملين مساحه لنفسنا نحن مع مين بدنا نحط اسرارنا ونحن وقديش هي كميه الاسرار نحن بدنا نقولها. بس فهيدي مساله كثير مهمه ولفتونا لقلنا امتنا لما بقول انه بدك تحرص انه ما تعرف من سرك لاصدقائك الا ما لو عرف عدوك لم يضرك. فهون بدها تكون يعني كمان الانسان كتير ملتفت للخصوصيه كمان لانه مش ما ينصدم الصدمه اللي هي مصدومه، وحتى كمان. وجه رساله للطرف الاخر عندما قال الناصح مؤتمن، يعني انت حتى لما بيجي انا من باب النصيحه عم بستشيرك عم بعطيك سري لانه تنصحني، كمان انت بدك تكون أكيد. على قدر هذه المسؤوليه أكيد. وكمان هون يمكن بدنا نوصل هذه الرساله كمان للطفل لانه هي طرفين عاده طبعاً. بتكون المرسل والمتلقي طبعاً. لهذا السر. طيب بنروح كمان لصفحه ثريا سليم. إذا ثريا بتقول لا تسمح لأي أحد كان أن يأخذ أخبارك من طفلك ولو كان بطريقة مداعبة، أين ذهبتم؟ ماذا يفعل والداك؟ من أين لك هذا؟ فذلك يولد عادات سيئة لديه. طبعا هذا مثل ما ذكرنا نحن قلنا أنه هذا الولد على التدريب والتوجيه يعني بيوصل لأهله، طبعا لازم الأهل يكونوا كتير لافتين نظر الولد أنه في ناس ممكن تستغلك ممكن تبتزك ممكن أنه تأخذ منك أخبار، فمفترض نكون حاطينه بالجو للولد أنه المجتمع برا هيك يمكن حتى مجتمع مش البعيد يمكن المجتمع القريب يعني يعني إذا مش جارة يمكن أحيانا بيت الجد يمكن يعني عرفت الأقارب المقربين كثير أحيانا بيكونوا بحبوا يعرفوا هاي التفاصيل والخصوصيات بقلب البيت فأحيانا عن براءة وأحيانا لا يعني فالأهل لازم يكونوا لافتين نظر طيب الولد. طيب كمان بدنا نلتفت لموضوع أنه ما يكون الأولاد هن الصنارة لهذه الأخبار على القاعدة الشهيرة خذوا أسرارهم من صغارهم. قدي كمان بدنا بنفس الوقت ما نحسس الولد أنه والله نحن قدام تجسس وحركة هائلة ما بدهم يعرفوا أخبار، لا بنفس الوقت أنه نخلي الأمور بشكل طبيعي وكمان نحسسه للولد بمسؤولية أنه أنت حتى لو حدا سألك كل التفاصيل ما تخبر. لا طبعا لا في مسألة بديش أنا أوصل الولد ليصير بطل في عنده ثقة بنفسه أنه أنا بصير دايما مرعوب إذا بدي أحكي ولا ما بدي أحكي، بس لازم يعني يكونوا حاطين الأهل حاطين أولادهم قدام يعني في أنواع من الأخبار أنواع من المعلومات، في شيء فينا نحكي وفي شيء ما فينا نحكي. هلأ بعد القسم الثاني بنحكي شو المسموح وشو الممنوع بالضبط، إنه الولد لما بيتربى بهذا الموضوع فبكون مرتاح كتير بعلاقاته مع الآخرين. آخر تعليق لعنا بفقرة من صفحاتهم من مجلة درويش، لتعيش سعيدا عش بعيدا. هون كيف منقدر أنه لحتى عن جد نعيش سعد، هل نحن لازم نبعد بس ما نحن مفطورين على الجماعة أستاذة سهام ومفطورين، وحتى نحن دعا إسلامنا إلى صلة الرحم إلى القربة إلى الجيران أنه يكون في علاقات ودية صح. بين الجيران، كيف بدي أدمج ما بين العيش سعيدا وأني أعيش بعيدا، شو هي حدود هذا البعد؟ فيني أنا أعيش سعيد أنا موجود بين العالم، بكون أنا بعيد لما بحط أنا حدود، شو هي الحدود أنا اللي فيهم يتجاوزوها الآخرين، شو هي الحدود لا أنا ممنوع انه هني يخترقوها، بس انه انا اعيش بعيد جسديا وبكل تفاصيل بعيد عن العلاقات لا هي ما بتزبط يعني. حلو كثير. طيب رح نكفي اكيد معك ورح نروح بالقسم الثاني لحتى نحكي اكثر من اي عمر بنبلش ندرب الطفل على هذه الخصوصيه، ولكن اسمحي لنا استاذه سهام ان نتوقف مع حضرتك ومع المشاهدين والمستمعين مع فاصل ثم نعود لمتابعه الحلقه.
تحياتنا الطيبة لكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، نواصل معكم حلقة هذا الأسبوع من برنامج حتى العشرين والتي تحمل عنوان البيوت أسرار مع ضيفتي المرشدة التربوية والأسرية الأستاذة سهام يونس. من جديد أهلا وسهلا فيك يا أستاذة سهام، شرفتينا. منتابع إذن حديثنا عن أسرار البيوت وكيف من ربي الطفل لحتى أنه يكون محافظ على هذا السر. إذا بدي أحكي عن العمر اللي ببلش فيه درب هذا الطفل، من أي عمر أنا ممكن أصلاً أشرح له أنه في عنا خصوصية بكل بيت وهو يستوعبني؟ يعني ما بكفي كمان أنه أنا يمكن أملي عليه شيء هو منه واعي، من أي عمر ببلش يدرك هذا المفهوم أصلاً لحتى بلش دربه عليه؟ هلأ فينا نقول أول شيء ممكن نحن ندربه بطريقة غير مباشرة، لأنه مثل ما ذكرتي حضرتك أنه أحياناً إذا بدي أحكي معه أنا عن موضوع الخصوصية وكتمان السر ما حيفهم علي. ففيني أنا دربه بطريقة أنه الألعاب وخصوصية ألعابه، خصوصية مثلاً جسمه، ما بحب هو أنه حدا يدقره، أغراضه الشخصية، كيف يحب أنه هو يكون في عنده تخته، هذه التفاصيل اللي الولد كل مسألة يعني عنده إياها خاصة، قديش هو بيهتم أنه هي ما حدا ينتهكها، ما حدا يقرب عليها. فهذا موضوع بطريقة غير مباشرة بيومياته، لما أنا مثلاً ما بقتحم خصوصياته مثل ما ذكرنا أنه أغراضه أدقر له إياها، إذا هو ما بحب مثل ما هو ما بيقبل مثلا حدا تاني كمان يمكن يدقر له ألعابه ويدقر له غراضه. فبهالطريقة هيدي طريقة غير مباشرة ببلش الولد يتعود عليها لما بكون بعمر صغير. هلأ قبل الخمس سنين الولد يمكن ما كتير يعني يدرك المفاهيم القيمية إذا بدي أقعد أنا حاطه فيها. بعد الخمس سنين ممكن مثلا يعني من الخمسة للسبعة، السبعة هو عمر التمييز، نحن السبعة أكتر شيء يعني منقول يعني عمر. هلأ طبعا في فروقات فردية يعني في الأطفال يعني بكون هني أوعى من أطفال، بس بهذا العمر يعني إجمالا بصير الولد بيقدر هو يستوعب إذا أنا بدي ألفت له نظره. أكيد أنه بربط له إياها دايما بالأمور الحسية اللي حوله والأمور الخاصة اللي بتخصه. فهون بلش أنا أوضح له مسؤوليته قدام هيدا السر اللي هو عمالي عم بيكون عم ينقال قدامه، أو أي تفصيل أو أي معلومة أنا ذكرت قدامه أو أي شغلة عرفها يمكن عن رفيقه عن حدا من البيت. هيك بشكل شوي شوي يعني الولد بشكل تدريجي ببلش هذا المفهوم يتبلور عنده وبصير هو قادر انه هو يتحكم بنفسه شوي شوي. يعني اكيد ما حيتحكم فيه يعني من اول مرة انا علمت عليه الولد، وبدي ضلني اذكر دايما تذكير ولفت نظر، وانا كمان بدي يكون في إلي دور، بدي يكون قدوة قدامه. يعني في كتير تفاصيل بهذا المجال مفترض الاهل يكونوا انه ملتفتين لها لحتى الولد يتدرب. بس كعمر اذا بدنا نقول كعمر يعني هو يمكن عمر السبع سنين وطالع ببلش الولد انه يدرك هيدا الامور اذا بدنا نحكي فيها. طيب اذا بدنا نحكي عن بعض التدريبات، يعني حضرتك قلتي بعمر ما دون السبع سنوات، خمس سنين اربع سنوات بلش احكي بموضوع الخصوصيه. لما ببلش اكبر من هيك هل بدي الحق الفروقات الفرديه ولا لا في قاعده معينه بدي تابع فيها مع الاطفال، مع اطفال العائله اللي هن اصلا تقريبا عندهم بيكون نفس الخصوصيات بشكل عام، بيكون عندهم نفس القواعد اللي حاطينها بالاسره، نفس يعني الانظمه الموضوعه فيها في هذا البيت، بدي اشتغل على هذا الاساس ولا لا؟ كمان يمكن في عندي مثل ما قلنا قبل بشوي بالقسم الاول من الحلقه انه في عندي ولد هو اصلا عنده ميل الى كثره الكلام اكثر من غيره من اخواته، عنده يمكن كبت بده يعبر عنه بطريقه ما. هلا كيف بدي راعي هول الامور؟ انا عم بعطي تدريبات، يمكن هلا الاهل اللي عم يسمعونا عندهم فروقات فرديه على كافه الصعب بكل بيت. بالمبدا هن طبعا بيكونوا عم يتصرفوا انه بشكل عادي باحترام خصوصيات بعضهم داخل المنزل، ولكن هي لما بتصير بتلاحظ انه ولد بيفرق عن ولد فهون لا طبيعي هي بدها توقف عندها لهيدي المساله، بده يصير في تعامل خاص مع هذا الولد مختلف عن الولد الثاني، بده يصير في انه توجيه، مش ضروري يكون توجيه مباشر يعني. يمكن في كثير من التوجيهات اللي نحن بشكل غير مباشر لحتى ما اعزز له اياها، لانه احيانا انا اذا كثير بركز على ولد بنقطه معينه يمكن يكون انا عم بلفت له نظره لها وعزز له اياها، فانا بدي احاول يصير بالضبط، ويمكن يكون كمان هو خلص يصير يتمسك فيها اكثر يعني، وخاصه اذا هن دائما بيتهموه بهيدي المساله فبصير بقول انه هيك انا متهم فيها لهيدي المساله فخلص خليني انه اعملها. فانا بصير بوجه بطريقه غير مباشره ممكن من خلال القصص. مساله القصص مساله كثير مهمه، بتقدر انه كثير يكون في لها تاثير على الولد اذا بدي ازرع فيه انا اي قيمه تربويه. ممكن لما نحن مثلا بنحترم له خصوصياته مثل ما ذكرنا، يمكن لما انا بصير بعض الاسرار
يعني بحب مثل ما بقول بختبره فيها، بصير انا بختبره ببعض الاسرار، وبكون انا طبعا زارعه فيه هاي القيمه يعني مخبرته عنا ولفت له نظره للالف، فبصير انا بختبره باسرار صغيره بسيطه يعني هي ما في مشكله اذا هو افشاها. فبصير انا بدي تابعه بهذا الموضوع، بدي ازرع يعني لشوف اذا التزم او لا بالضبط وليش ما التزم. ايه بدي اشوف انا شو ليش ما التزم، طبعا بدي اتعرف على الاسباب. اذا مثل ما ذكرنا نحن من شوي اذا كان في عنده حاجه للاهتمام فانا بدي اعطيه من وقتي مشان ما يروح هو يطلب هذا الاهتمام من الطرف اللي هو عم يفشيله السر لإله. بدي اشبعه عاطفيا للموضوع العاطفي، قديش نحن بنحب اولادنا بصيروا كمان هن بيعملوا الامور اللي نحن بنطلبها منهم. يعني لما بغرس انا قيمه بولد بكون عمالي يلتزم فيها يعني حبا فيه بالبدايه بحب الولد اهله اللي عم بيعلموه هيدي القيمه، فقديش بتكون انا علاقتي مرتاحه بتربيتي لاولادي مش بطريقه يعني قمع وتخويف وهيدي الاساليب اللي هي مش تربويه ابدا وهي اثارها سلبيه اكثر ما هي ايجابيه. فهون ممكن لاقي نتيجة يعني أكتر بطريقة التعامل مع الولد، طريقة زرعي لهيدي المسائل. ممكن أنا كمان إنه لما ما باخد منه أسرار مثلا عن رفقاته أو مثلا عن مكان هو كان فيه، إذا كان هو موجود بمكان مثلا وبس يجي بصير أنا بسأله إنه شو صار شو عملت، أو مثلا حتى أوقات يمكن هو يجي يخبرني بدون ما أنا أسأله، فأنا بدي ألفت له نظره إنه لا هلأ هون ما في داعي أنت تحكي يعني أنا مش إنه لازم استغل الفرصة وإنه أقول إنه يلا الخبر إجاني على البر المسلح الخبر، لا أنا هون بدي أكون كتير ملتفتة إنه لا أنت مفترض إنه توقف عند هذا الحدود، لأنه موضوع إفشاء الأسرار يعني مش بس عنوان واحد يعني يعني في عناوين كتير يعني بتوقع تحت هذا الكلام اللي هو عم بيقوله. يعني في عنوان الغيبة، في عنوان النميمة، في كتير يعني. عشان هيك خلينا نتوقف مع فيديو وتعليق أنشودة من حق الأمانة، يعني عم نحكي عن الأمانة اللي هي إلى أشكال من هون لحضرتك تفضلتي فيهم أي شيء ممكن يدخل من ضمن إفشاء السر ممكن يكون بنوع من خرق هذه الأمانة. إذا خلينا نستمع لهذه الأنشودة ونرجع منها. خير المرسلين قد أوصل المؤمنين بالصدق والأمانة، أو بأن يحفظوا هذه الأمانة، الصفة اللي كان يشتهر فيها الصادق الأمين سلام الله تعالى عليه وأهل بيته الطيبين الطاهرين. تعليق على الأنشودة وقديح عطت أوجه للخصوصية بأشكال مختلفة، وقديه مهم هذا النوع من الأناشيد. يعني حضرتك قبل بشوي أشارتي للقصة، وهلأ كمان رح نكون مع الزميلة زنجبيل علاو رح تكون معنا عبر زوم نحكي كمان بموضوع القصة، ولكن قديه كمان الأنشودة اليوم طبعاً لحن كلمات تتردد، هاي الوسائل التربوية كتير مهمة. الولد كتير بيتأثر فيها، موضوع الصورة اللون هيدي الشخصيات اللي بشوفها قدامه بيتأثر فيها طبعا، إن كان رسوم متحركة وإن كان أغاني، لأنه أصلا هو بيصير برددها يعني بشكل دائما، فبترسخ عنده يعني مثل كأنه هو عم بنلقنه نحن، فبصير تلقين يعني أول شيء يمكن
صح تلقين كلامي أول شيء بكون هو مش عارف كتير معناته، بس شوي شوي بصير لا بيلتزم بالمضمون اللي حتى هذا التلقين الحلو الإجابي لأنه عم بيكون عن طريق لحن وكلمات هيك رنانة بالضبط إذا مدروس أكيد لأنه تلقين مدروس وهادف. نعم حلو. قديهم كمان التربية على الوازع الديني، يعني نحن شوي بفقرة من صفحاتهم أشرنا بشكل سريع للموضوع التدريب على القيم الإسلامية، موضوع الأمانة هون قدي كمان ربطة دايما أنه يا ماما أنت لما عم تحكي سر هيدا أمانة من الأمانات اللي عند الآخرين، لأنه أحياناً منوقع بشغلة يا أستاذة سهام يمكن ابننا منخاف أنه ياخد سر ويروح يفشي، بس أحياناً الولد بيكون عند ابن جيرانه بيجي بيطلع على البيت بيقول ماما بيو لرفيق ايه عيط على مرت بيو او ضربه او ما بعرف شو. هون قديه كمان هذا الموضوع لازم نحن نوصله للطفل انه انت افشيت امانة بيوت اسرار بيوت، مش بس نكون نحن خايفين انه فقط ابننا يفشي اسرارنا بل انه كمان امانات الاخرين، يعني بدها تصير ملكة عنده يعني لاي امر بواجهه قدامه، يعني يكون هو عم يلتزم بكتمان هذا الموضوع. هلا طبعا غرس القيم مثل ما قلنا غرس القيم من خلال مثل ما ذكرنا من خلال وسائل تربويه عديده وتعليم الولد على الخصوصيه، ولكن مثل ما كنت عم بتشير لموضوع الوازع الديني، الوازع الديني هو عامل كثير مهم لضبط حركه الانسان، هو ضابط يعني ممكن يردع الانسان، يعني بالنهايه احيانا يعني شهوه الكلام يعني بتغلب على الانسان تاخده. فموضوع الكلام يمكن بيستانس فيه نحن كبار، يعني احنا بنستانس لما نقعد بنحدث وهيك اذا مش ملتفتين مش كتير يعني مهذبين نفسنا على مسار معين، وانا شو لازم احكي وشو مش لازم احكي وشو الاثار اللي هيدا وهل الكلام مفيد ولا مش مفيد. هلا الولد لا بكون بعضه هاي الامور كلها مش ملتفت له، ولكن لما انا بزرع فيه حب الله بصير هو لما بده يقوم بأي عمل بيقوم فيه انطلاقا من رضا الله سبحانه وتعالى، ولما هو الضابطة عنده بالضبط حب الله، وكمان حتى يعني موضوع المحاسبة، موضوع الحساب، موضوع النتيجة، الأثار الدنيوية والأخروية اللي بتترتب على هذا الأمر اللي هو عم بقوم فيه. فلما هو كتير بصير موضوع ثابت عنده بصير هو يعني بالنهاية بده رادع الولد، يعني أنا بدي خوفه بعقاب، يعني إذا مش بثواب كمان بعقاب، فكمان لما هو بخاف من المحاسبة فبصير هو لو أنا مش موجودة حده فأنا مش دايما موجودة حده، حتى يعني هلأ مثلا أوقات يمكن يجي يقول لي سر لإلي فأنا إنهي أنا أكون ملتفتة لهذا الموضوع، أنا بدي أعزز له أنه هيدي المسألة. لا أحيانا يمكن يكون بالمدرسة يصير ينقل أنه أخبار رفقاته أو معلمته أو أي شيء سمعه، فالوازع الديني بصير هو رادع للإنسان بأي مكان يكون موجود فيه، يعني رقيب الله عليه دائما بالضبط، يعني مش بس أنه بصير هو لاحق المجتمع وعاب وهيك، لا بصير كمان موضوع أنه الله سبحانه وتعالى حاضر معي دائما، فأنا لازم التفت شو اللي بيرضي الله عز وجل بدي أقوم فيه وشو اللي ما بيرضي اللي هو لازم ابتعد عنه. من ضمن هيدي القيم اللي نحن طبعا بدنا نثبتها عند الولد. رح نحكي بعد شوي كمان أستاذة سهام كيف الولد إذا أفشى السر كيف بدي أتعامل معه، إذا أفشي أول مرة بتختلف عن تاني مرة وثالث مرة، يعني دربنا أول مرة وتاني مرة وثالث مرة، شو الخطوات وطريقة العقاب كيف لازم تكون بشكل نوصل لنتيجة. ولكن صارت معنا عبر زوم الإعلامية نعم الأستاذة زنجبيل علاو، الكاتبة والإعلامية الأستاذة زنجبيل علاو. السلام عليكم أستاذة زنجبيل. وعليكم السلام. وعليكم السلام، يعطيك ألف عافية وأهلا وسهلا فيك. أستاذة أنا شايف الصورة ما بعرف إذا أنت شايفيني تمام. نحن شايفينك تمام تمام التمام، المهم تكوني سمعتينا منيح. نعم أوكي يلا. أستاذة زنجبيل إذا نحن اليوم حديثنا عن أسرار البيوت وليش الطفل أحيانا بيفشي بعض هذه الأسرار، حضرتك ككاتبة كتبتي قصة نعم كتبتي قصة وبتصور أنه أخذت جائزة حسب ما أظن، قصة لن أخفي شيئا عن أمي، وطبعا بتتناول موضوع جائزة الشارقة. حلو، يا ريت بداية قبل ما نحكي عن تفاصيل هذه القصة بس لو تحطينا بكواليسها، يعني كيف حتى نشأت، ليش خطر ببالك تحديدا هذا الموضوع تحكي فيه، وكيف تمت عملية صياغة هذه القصة، عشو ركزت، شو الأهداف اللي ركزت عليها فيها؟ عم تسمعينا أستاذة زنجبيل؟ إذن نعم
رح نتابع طبعا بعد ما يرجع يمشي الحال مع الأستاذة زنجبيل علاو، لأنه بهمنا كتير كمان نسمع رأيها وكنموذج ناخد القصة اللي كتبتها، لأنه بالفعل كتير قصة جميلة. خلينا نرجع مع حضرتك لبين ما يجهز الزوم من جديد. ماذا لو خالف أستاذة سهام الطفل السر من أول مرة؟ حكينا مبارح كأنه ما حكينا، اليوم جينا ما في نتيجة أو حكي عادي، مع أنه نحن منبهينه ما نحكي أسرار بيتنا فصدمنا عند العالم وحكي. هلا هو يعني الولد بحاجة للتذكير دايما، يعني احنا ذكرنا من شوي انه هو بشكل تدريجي الولد لحتى يتعود، يعني مش انه من اول مرة يعني ما بصير ملكي عنده دغري. بالضبط، يعني هي بدها فترة القضية، بس انه طبيعي يعني مثل ما ذكرت انه اول مرة مش مثل ثاني مرة مش مثل ثالث مرة، فهو مفترض يعني بشكل متتابع انه لا خلص صار لازم يعني يتعود. فبحال هو عم بخالف وما عمال يكتسب هيدي القيمة بشكل جيد، فطبعا نحن بنرفض العقابات اللي كتير قاسية، يعني العقاب مفترض يكون هو متوازن مع المخالفة، مع المخالفة اللي هو خالفها، يعني مش يكون عقاب مثلا بدني، مش يكون عقاب يعني انه عنفي، يعني اوقات العنف اللفظي كمان احيانا الاهل بيستخدموه لردع الولد، بفكر انه انا بهذه الطريقة فانا يمكن هيك بلخمه للولد بقوم هو ببطل انه يعيدها، فلا ابدا مش هيك. في ممكن الولد يعني انا ممكن مثلا بطل احكي معه، يعني بنستخدم نحن اساليب تربويه، يعني من على القاعده اللي بيقولها الامام انه اهجره ولا تطل. فانا ممكن انا يمكن شي نص ساعه ماكسيموم انه انا ما بدي احكي معك، طبعا بعرفه انه انا ليش انا ما عم بحكي معك، انا زعلت منك، يعني هيدا موضوع الزعل، يعني خلينا هيدي العقابات المعنويه انه نحن نحاول انه هي تكون انه رادع له. فبصير انه مرة على مرة اذا هي عم بتأثر ولا ما عم بتأثر. هلا اذا ما اثرت بصير انا كمان هو نحن يعني كتير كمان مهم انه نحن نستخدم موضوع التحفيز لإله كمان، مش دايما نستخدم نحن العقاب، فكمان فيني انا دربه لما انه انت بتلتزم، فانا يمكن مثلا طبعا بدنا نحن يتصير عادي عنده، بس بشكل عام لحتى يتعود عليها لهيدي المساله لحتى يكتسبها قيمه، فبقدر انه انا اوعده بشيء انه انا في شيء انت مثلا حاب انه اجيب لك اياه بجيب لك اياه مثلا، بس هيدا او هو يلاقيني جبت بدون ما انا اكون وعدته، لما انا بشوفه التزم فيني انا اكون جايبت له شيء مثلا حفزه فيه، فيني انا اثني على التزامه بهيدي المساله، فيني انا اشبع له كمان اهتمام، ولما انا بحس انه هو عم بحب يحكي لانه حابب يحكي، فخليني انا مثلا اقول له الشيء اللي حابب تحكيه انت، اذا حابب تحكي خليني انا اقعد اتحدث انا وياك شو حابب تحكي، اعطيه مساحه من الوقت، بدي اعطيه مساحه، بدي بدي اعطيه من وقتي انا، بدي كمان في عنا مساله انه مفترض كمان نتعامل فيها مع الولد، انه هو بشكل عام مفترض كعنصر هو كفرد من افراد المنزل مفترض يكون هو عم بيطلع مثله مثل اخواته مثل باقي العائلة على كل تفاصيل العائلة، بس لا هو بدي اقول كمان كعقاب له، كعقاب فانا بصير انا بمنعه انه يتعرف على خصوصيات العائلة، بقول له انه انا بدي امنعك مثلا، يعني هذه كثير خطيرة عليه. بالضبط، يعني بدي احسسه انه نبذ. بالضبط، يعني يعني بشكل هيك بسيط بس يعني كتهديد، يعني احنا ما بدنا كثير كمان لحتى مش كثير يعني يحس هالموضوع كثير صار عبء عليه، بس بدي الفت له نظره انه انا بصير بطل بقدر احكي قدامك اي شيء، فهيدي نقطه كمان كثير ممكن، يعني انت وصلتنا لحتى انه نبطل نحكي. بالضبط، اذا بده يكرر دائما نفس المساله فانا هون بدي يعني مثل ما بقول بدي ارفع السقف شوي، بس بعضنا كله بضمن الامور المعنويه، يعني مش امور مسيئه للولد. نعم، طيب كمان رح نتابع. وصارت معنا من جديد الاستاذه زنجبيل بس عبر الهاتف نظرا للمشكله بالزوم. استاذه زنجبيل اذا برحب فيك من جديد، وحبذا لو تحيطينا بكواليس القصه مثل ما حكينا قبل بشوي، تفضل. يا اهلا فيك. وما بعرف اذا كمان بنشوف الصور، بعض صور القصه عبر الشاشه بيكون كثير منيح. نعم، قصه لن اخفي شيئا عن امي، قصه نزحت من عالم الكبار الى عالم الصغار، كنا عم نشتغل نحن على موضوع شو هي العقوبات اللي اخذوها اشخاص ارتكبوا جرم لا اخلاقي او يعني غير ادبي خارج عن حدود الادب مع اطفال. المهم لما كانوا عم يتقدموا هالاشخاص للمحاكمات بس يصيروا وراء القضبان كان على اساس يكون انه اللي مدعي عليهم شخص واحد، ولكن لما يصيروا وراء القضبان كان عم يتقدم دعاوى ضدهم عدد يعني عن جد عدد مهول، احيانا كان عم يفوق العشره، احيانا فوق العشرين يعني اشخاص كانوا ضحايا لهيدا المجرم المتسلسل.
فمن هون اجت الفكره انه كل هالاطفال شو كان هو القاسم المشترك بيناتهم. يعني التفتنا لهذا الموضوع بعد ما كنا مركزين على هذا الشيء، ركزنا على هذا الشيء، ركزنا انه شو هو القاسم المشترك اللي خليهم كلهم ضحايا. طلع انه هو عدم البوح، ما كانوا عم يشكوا ولا عم يحكوا، ضلوا طول هيدي الفتره، وهني هلا صاروا من البالغين يعني عم يتشكوا على هيدا الشخص، وهني من البالغين صاروا اليوم شباب وصبايا عم يتشكوا على شيء صار بطفولتهم. يعني كان هيدا المجرم عنده سطوه على حياتهم هالقد مأثر عليهم، هالقد مأثر على سلوكياتهم، وبالتالي هني اكيد كمان بعين النفس يعني اكيد كانوا مأثرين بدوائرهم، بعقد يمكن نفسيه، يمكن بضغوطات، باي شيء هالقد أثر عليهم. فأنا فكرت قلت أنا إذا هذا كان بالمجتمع الغربي برا وفي هنيك نوعا ما يعني هني أبطن أكتر، من منفتحين أكتر، بيحكوا أكتر، بيبوحوا أكتر، طب نحن عنا بعض شيء عنا كتير محذير العائلة ما كتير عم تحكي فيها، ما عم كتير عم يتقربوا من أطفالهم ومن أبنائهم. يعني هون نحن بأي وضع إذا كان عن جد عنا مثل هالأشخاص شو ممكن سلفوا أنا لهيدا الطفل؟ هون فكرت إنه شو بسلفوا غير بالقصة، بالشيء التربوي، بشي يحمله هو، يعني قادر هو يتعلم منه انه كيف يحكي ما يتعرض لهذا الشيء ويوصل لهذه المراحل. طيب وهون فكرت بقصة للأخرية شيئا عن امي. حلو. وكتبتها، يعني هذا السبب الاساسي انه بدي خلص، بدي ما بدي اي طفل عن جد يتعرض ويوصل لهي المرحلة. طيب من بعد ما تعرفنا على أسباب وكواليس هذه القصة، حبذا ولو بشكل مختصر كمان تطلعينا عليها لحتى تكون هيك نموذج، يعني تحكي لنا إياها كحدوتة سريعة حتى تكون نموذج لكل أم يمكن عم بتعاني مع أبنائها من نفس المشكلة تتخذها كأسلوب، لأنه الأستاذة سهام كتير ركزت على موضوع القصة كما الأناشيد كأحد صحيح. أبرز الوسائل لأقدر وصل الرسالة. ما هي القصة عم تعلمنا نحن وكبار، فما بالوكي بالصغار. صح. يعني نعم جميل طفل في السادسة من عمره يعيش مع أمه والهرة وردة. في ليلة من ليالي الربيع أجلست الأم طفلها جميلا في شذنها وقالت: ما رأيك أن تشارك في سر صغير؟ فرح جميل وقال: ما هو؟ قالت الأم: ما رأيك أن نحدد تلك النجمة الذهبية في السماء لنخبرها عما يفرحنا وما يزعجنا، ولكن يجب أن لا نخبر أحدا عن تلك النجمة، إنه سرنا الصغير أنا وأنت فقط. وضعت الأم يدها بيد جميل واتفقا على ذلك. وبعد أيام التقى جميل أحد الصبية في المدرسة، كان أكبر منه سنة، كان في التاسعة من العمر، وقال له الصبي: ما رأيك بأن يكون لنا سر صغير أنا وأنت فقط؟ فرح جميل فيصبح لديه سران، واحد مع أمه وواحد مع الصبي. سأل جميل: ما هو السر؟ قال الصبي: ما رأيك أن ندخن سيجارة كما يفعل الكبار في حديقة المدرسة؟ قال جميل: ما هذا السر؟ قال الصبي: ستصبح كالكبار. وافق جميل بعد تردد، فهو يسمع دائما أن التدخين مضر للكبار والصغار. وطبعا هون الصبي عم نحكي أكبر منه سنا، يعني قادر أكيد قادر يأثر عليه بشكل من الأشكال يقنعه بشيء. يعني هذا إحدى مخاطر كمان يكون في عنا رفقة بين جيلين مختلفين. مضبوط. حمل الصبي سيجارة وأشعلها وأعطاها لجميل، فحرك إصبعه وتألم. عندما عاد جميل إلى المنزل كان إصبعه ما زال يؤلمه، فوضع يده على قطعة ثلج ليبردها. لاحظت الأم تصرفات جميل الغريبة فسألته: ما بك يا صغيري؟ قال جميل: حركت إصبعي. أسرعت الأم ونظرت إلى إصبع جميل فوجدته أحمر اللون. قال جميل: لا أستطيع أن أخبرك يا أمي، إنه سر مع أحد الصبية في المدرسة. قالت الأم: عندما نكون صغارا لا نحتفظ بسر إلا مع ماما أو بابا فقط. سأل جميل: لماذا؟ أجابت الأم: لأن بعض الناس قد يؤذونك بسر، أنت ما زلت طفلا صغيرا يا جميل، قد لا تعرف إن كان هذا السر سيساعدك أو يضرك. قال جميل: السر هو أن ندخن السيجارة في الحديقة بعيدا عن الطلاب وأن لا يرانا أحد، والسر الغد هو أن نخرج من المدرسة قبل انتهاء الدوام لنتمشى. قالت أم: هذا سر مضر ومؤذن، ما رأيك أن نساعد هذا الصبي بسر جديد نتفق عليه سويا؟ طبعا هون سر غير سر النجمة. فرح جميل وسأل: ما هو؟ أجابت الأم: أن نخبر إدارة المدرسة عن تصرفات هذا الصبي كي تساعده، فلربما حرق نفسه بالسيجارة أو ضاع وتعرض لحادث عند خروجه من المدرسة. وفي صباح اليوم التالي رافقت الأم طفلها جميلا إلى المدرسة والتقيا بمدير المدرسة وأخبره جميل عن سر ذلك الصبي. شكر مدير المدرسة جميلا على اهتمامه لأنه أخبره قبل أن يؤذي الصبي ونفسه.
أرسلت المدرسة بطلب أهل الصبي طبعاً، وطلبت منهم الاهتمام بابنهم أكثر، وطلبت من المعلمات والمشرفات الاهتمام به. بعد أيام سمعت الأم صوتاً قرب النافذة، أطلت برأسها ورأت جميلاً يجلس على كرسيه الخشبي وهو يتحدث مع النجمة ويخبرها عن مساعدته لصبي في المدرسة. ابتسمت الأم ولربما فكرت أنها لن تخاف على ابنها بعد اليوم، لقد أصبح قادراً على التفريق بين الجيد والسيء. حلو كتير أستاذة زنجبيل، بدي أشكرك جزيل الشكر على مشاركتنا، بذكر أن حضرتك إعلامية وكاتبة، يعطيك ألف عافية. الله يعافيك، أنا بشرف فيك. شكراً لك. تعليقك على القصة أستاذة سهام، يعني مر فيها أكثر من نقطة، وأحياناً فعلاً بيلتبس على الطفل يمكن لا سمح الله يتعرض لتحرش أو يتعرض لشيء بيأذيه، بس ما يحكي لأنه هو معتبر أنه هذا سر بينه وبين أشخاص آخرين، أو أنه هو تعود على سياسة أنه أنا ما لازم بوح بأي شيء ثاني. ما لازم بوح، بس في بعض الأمور المحظورة لا، لازم الأهل يكونوا لفتين النظر للولد إنه في مساحة، لا هيدي يعني بس أنت تتعرض لها فأنت مفترض ترجع لي. يعني إذا ما رجع لي يعني بيرجع للناظر، إذا كان مثلا الموضوع متعلق إنه بمساحة المدرسة بترجع للناظر للمدير لأي حدا إنه أكبر منك. لا مش دايما احنا يعني بدنا نترك الولد وشأنه، يعني انه نعلمه الخصوصية وانه خلاص ما عادش تحكي لنا شيء لنا ابدا. في امور مفترض الولد انه يرجع لي، بس بيرجع لنا يعني كمان منيح انه انا علمه، بترجع لي انت بالقدر اللي انا ممكن ساعدك فيه. يعني يمكن انت تجي تقول لي مثلا عن الشيء اللي عم بيصير معك، مثلا مش مثلا اذا ما حابه تقول لي اسم الصبي مثلا، مثل موضوع التدخين يمكن هو ما يكون حابب انه يقول اسم الصبي، فما مشكلة مثلا ناظر لأنه ممكن يحل المشكلة، أو مثلا بالمدرسة هنا ممكن يكون يحل المشكلة بتقلن اسمه لإله، بس أنه أنا بصير أنا بعلمه، هو بخبرني عن الفكرة، بخبرني عن هذا التفصيل، وأنا برشده شو بده يعمل. فأنا بدي أعلم الولد أنه في أمور بتنحكى وفي أمور لا بتنحكى، وفي أمور لا لازم، في كثير من المشاكل نحن بنوقع فيها تحت هذا الاعتبار، انه انا لان في عندي خصوصية، ولانه انا يمكن بنشوفها هذه كثير من المشاكل الزوجية، انه باعتبار انه انا ما بدي ادخل حدا بحياتي الخاصة، فانا يمكن بغرق بمشاكلي، ويمكن يكون اوقات الحل يعني كتير بسيط. فاللجوء للاختصاصي واللجوء لاهل الخبرة لا، هي مسألة كتير مهمة يعني، بس انا اعرف لمين بدي الجأ ومين بدي خبرنا. هون منيح بالقصة انه لجأ لامه، وامه كمان هي لفتلت نظره، يعني مفترض يكون اللي بدي الجأ له انا بدي يكون حدا ثقة لحتى لي انا يحل لي هذه المشكله، ومش بمكان يعني طبعا يكون حدا انا بوثق بقدرته على انه هو يساعدني بهذا المجال. حلو كثير. طيب خلينا نروح مع حضرتك بشكل سريع على فقرات تمهل طفوله، نستعرض حالتين وحضرتك بتعلق عليهم كمان. أستاذة سهام، بفقرة تمهل طفولة منشبه مشوارنا مع أبنائنا برحلة بالسيارة، ولا نوصل نحن وياهم بخير وسلامة، بدنا نتبع الإشارات الضوئية، لما بتلاقي شيء خطأ بترفع الإشارة الحمراء، أما لما بتلاقي شيء بيحتاج للتمهل والتريث بترفع الإشارة الصفراء والخضراء، بالعكس بتسني عليهم بتقول لهم طلقوا، عم تشتغلوا بشكل صحيح. نبدأ مع أول حالة، بيقول زوجتي ومن شدة حرصة على أولادنا ومن بعد ما يجوا من عند أولاد الجيران أو من أي نشاط خارجي بتبلش معهم حديث بالتفاصيل، ومين كان موجود ومع مين لعبتوا وشو لعبتوا فلان شو قال، يمكن مثل قبل بشوي خوفا من التحرش يمكن، أو خوفا من أي شيء ممكن يحصل، فبتصير تفوت معهم بتفاصيل التفاصيل باعتقاد أنه هيدا الطريقة عم تحمي أولادنا. أما أنا فرأيي أنه هيدا استجواب مش حوار، وبيعلم أولادنا يحكوا خصوصيات الآخرين، وبيصير سهل عليهم لما بيشوفوا أمهم هيك أنهم هن يدخلوا بخصوصيات الآخرين. أمام رأي الأب، هل ترفعين الإشارة الحمراء ولا الخضراء ولا الصفراء؟ شو بتلاقي أنه هو معه حق في وجهة نظر باللي عم بيقوله؟ تمام، تسني عليه طبعا في وجهة نظر، لأنه أنا هيك بهذه الطريقة عم علم الولد أنه يحكي خصوصيات، مش كل التفاصيل بتنحكى يعني. طب كيف الأم لكن بدها تعمل هيك جوجلة وملخص وين كان ولادها بطريقة ما تحسسهم كيف؟ مش بهيدي التفاصيل يعني، هيدي التفاصيل دقيقة، الأم مفترض تكون يعني واعي وملتفت بعيد لبعيد، فيها ترائب دايما أنه تلتفت، يعني هلا هو إذا كان بعيد عن عينه طبعا الولد ما بيبتعد عن عين الأم غير ليكون أصلا صار بعمر يعني هو قادر أنه هو يدرك الأمور لحاله، مثل ما قلنا بموضوع زرع القناعات وغرس القيم هذا الشيء بيساعده، ولكن دايما المراقبة مطلوبة
من بعيد لبعيد، وإلا هو التدخل بهذا التفصيل أصلاً يمكن يزعج الولد، يمكن الولد هو يعني يحس إنه ما أنا مثلاً بتقلي إنه ما تحكي بهذه التفاصيل، وبعد شو يمكن يصير في يعني ازدواجية المعايير عنده بتصير الأمور مش واضحة عنده، إنه مرة بتقلي إنه ما تحكي ومرة هي بتتدخل بهذه التفاصيل. فهون هي لحتى تعرف مثل ما قلنا بدها تراقب، بس إنه بشكل مش هالقد يعني التدخل بهذه التفاصيل هيدا كله. طيب نروح كمان لحالة تانية بتقول من كم يوم بتسألني جارتنا خير إن شاء الله مزبوط حماتك طلع عندها مرض عضال بمعدتها، انصدمت كتير كيف عرفت؟ لتقلي إنه بنتي واللي عمرها 7 سنين هي اللي خبرتهم لما كانت عندهم، حسيت إنه شيء ولع براسي لما عرفت كيف راحت عند جارتنا، فما أو بالأحرى ما صدقت كيف راحت جارتنا من عنا، لحتى صرخت على بنتي صوت وقلت لها لحسسها بخطورة اللي عملته، إذا بعد بتحكي شيء لازم ما لازم تحكي رح لزق لك تمك بالتلزيق. أما ردة فعل الأم، لأنه أحيانا مثل ما قلنا المرض هو ممكن يكون من الأشياء اللي كتير خط أحمر إنه تنعرف، إنه الجد يمكن ما بدأ حدا يعرف إنه هي، وخاصة بفترة الإصابة الحديثة بيكون في كتير يمكن موضوع حساس حساس جدا، بعد لحتى يتقبل المريض نفسه والمحيط لحتى نبلش يمكن نبوح للعالم الخارجي. فهون يمكن أحيانا تكون ردة الفعل على قدر المصيبة اللي حسوها الأهل بتكون كبيرة. أمام ردة فعل الأم أي إشارة بترفعي؟ أي إشارة بدي أرفع؟ تسني عليها ولا بترفعي للإشارة الحمراء؟ هلأ أنا بقول الحمراء لأنه ردة الفعل يعني هلأ يمكن مثل ما ذكرتي حضرتك أنه يمكن من وهلتها يعني هي لأول وهلة، بس ولكن لما بتراجع حالها حتلفت أنه مش هيدا التصرف المناسب يعني. صحي البنت ما كان لازم تحكي، بس كان احنا ما بعرف هلا اذا بكونوا لافتين لنظره للبنت انه هذا الشيء ما بدنا حدا يعرفه، فهيدي مساله كتير اساسيه لازم انا اخبر الولد انه هذا الشيء بدي ينحكى، اذا شيء انا ما كتير دققت عليه فممكن الولد انه يحس انه انا ممكن احكي فيه اساسا. حتى هيك امور استاذه سهام ليش بدهم يعرفوها الاولاد بشكل كمان عام؟ هيدي نقطه كثير مهمه، اذا انا شيء ما بدي الولد كمان انه يعرفه فانا بقدر احكي فيه لما بكون الاولاد يمكن بالمدرسه يمكن نايمين، فانا بدي التفت انه طالما انا حكيت قدام الولد وما لفت له نظره انه هذا الشيء ممنوع يتجاوز البيت يعني هذا امر خاص، فانا ما بحق لي انه هالقد يكون يعني رده فعلي انه قويه على الولد. هلا بحال انه مثلا يمكن انا مخبرته او يمكن انا مش مخبرته بس انه هالقد كانت ردة فعلي، هذه كثير فيها تاثير سلبي على الولد يعني يمكن يصير في عنده عقدة ذنب، تشكل عقدة الذنب عند الولد على المدى الطويل كثير يعني الى اثار سلبيه يعني. انا مفترض يعني انا التفت يعني اتروى كيف بدها تكون ردة فعلي تربويه، ويعني انا الفت النظر بطريقه انه مناسبه شو انه شو خطوره انه هو يحكي او شو سلبيه انه هو يحكي انه قديش هذا الموضوع، خصوصا انه احنا بدنا نركز انه هذا موضوع ما بخصك لك حتى تحكي فيه يعني بدنا نركز انه ممكن انت خصوصياتك في عندك مساحة انت تقدر تحكي فيها، بس خصوصيات الاخرين هذا الشيء ما بتملكه انت انه هيدا بدك تابع لاشخاص اخرين، اذا هني مش سامحين لك انه تحكي فانت بدك كتير توقف عنده لهالمساحة. حلو كتير. طيب نحن الوقت دهمنا استاذة سهام، بدي اشكرك على كل ما تفضلتي به في هذه الحلقة، ومنضيف على كل النقاط يمكن اللي ذكرناها انه صار في عنا مش بس الحديث خلال البيوت والام والبي والاقارب، اليوم كمان عنا السوشيال ميديا اللي يخلق هذا العالم رقمي حالة لا توجد فيها أسرار بعد اليوم كما يقول أحدهم، فبالتالي نحن بدنا ننتبه من هذا الموضوع لأنه عم نزيد على الطين بلة كما يقال، صار في عنا مصدر جديد بكل أسف. بدي أتشكرك بختام هذه الحلقة جزيل الشكر أستاذة سهام يونس، وبذكر أنه حضرتك مرشدة تربوية وأسرية، يا أهلا وسهلا فيك، شرفتينا بحضورك. أيضا كل الشكر لكم مشاهدينا ومستمعينا على حسن المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.